في نوعين من تحليل الكالسيوم. النوع الاول هو الكالسيوم الكلي، النوع الثاني هو الكالسيوم الايوني. ايهما افضل؟ الكالسيوم الكلي هو عبارة عن كالسيوم محمل على بروتينات معينة، فبيدينا المجمل الكالسيوم مع البروتينات، فمبقاش بنفس الدقة. اما بالنسبة للكالسيوم الايوني او الايونيزد كالسيوم، هو عبارة عن الكالسيوم الحر او الكالسيوم الغير مرتبط بالبروتين. معظم الناس بيطلع الكالسيوم الكلي بتاعها مظبوط جدا، لانه عبارة عن كالسيوم وبروتين. اما الادق منه طبعا هو الكالسيوم الايوني او الايونيزد كالسيوم، لانه بيدينا الفري كالسيوم او الكالسيوم الحر، وده طبعا اللي هو الكالسيوم النشط، اللي هو فعلا بيزود من كثافة العظم والاسنان. المعدل الطبيعي للكالسيوم الكلي من 8.1 لغاية 10.4. المعدل الطبيعي للأيونيزد كالسيوم من 4.5 لغاية 5.2 ميلي جرام بالديسيليتر. نهاية، بشكركم وأرجو تكونوا استفدتم.